بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى مهدسن مايك مهدسن يعني يوسي إسلام نمان واني والي دان مسلمين أن أكبر نعمة قفك إلهي إنك نعمة بشر كما يبوها إسلام نمان دواي. إلهي سبحانه وتعالى أنك مهد يعني يوسي مسلمين والي أنت أسك دب مايك فرح سنة سجارة أنك فرح سنة أني وجيالك إيضا فايل أو أن ديار قروي أني دكشو إدالشو دباتو كهورا يعني أن ديار قروي أني أن لكم إيه ذي أنك فرح سنة مركز كذب ولا ليال ما يكون هذا الدون أن هو بلاير هذا الكي كجر الدون فضل قتال الخوارج خوارج تل الدجا علم فضل إلى دين إلى هجاك وقروري أني خوارج تل الدجا علم أدل كل خوري هذا كل خوري فضائر الدين دين ده هجاك قرورت سده بإذن ما يلنسوبيه إذن كلام الشيء اللي بلين سوبيه أنا وصل حدودا جي دلك إلالي أنا أمن رجودا إلالي لما ده شيء اللي بوي والكلام جرم هدف كل كلين هدف كاسوي ضبط الشارع وضبط الحدود لما ده شيء وي ساز درتية ما يبل إسكهايس حدود يسكو دافع دلك جودا شيء اللي إسكهايس خوارج ورسول عليه الصلاة والسلام نيشاجي أنا اللي لدق علم أو رسولك عليه الصلاة والسلام وخير خلق الله أهين ما يبواها اعدل يا محمد فإنك لم تعدل عدال مسوبنا عدال سوبه نبي محمد ذاتك أريا لدقى لمهين رسولك عليه الصلاة والسلام ما ينينك شاكي ميلي وحكم الله وذن يقابك لين لدقى لمو إفضائل لكوه لو أجرك لكوه لو أني شاكي أكبر فضاء أكبر جهاد أكبر جهاد أي كسي أكبر جهاد ولي أي جيك أكبر جهاد ما يبواها قتال الخوارج واي وأنا أدى يعني جيك أني موقف كاسي دين تلزام كيد أكبر خوارج أكبر قتال ما يبوا جهاد ما يبواها قتال الخوارج واي خوارج تنين اللي دي علم رسول عليه الصلاة والسلام ما يليا ما هرني حديث رسول أبي سعيد الخدري أكبر ما يليا سيكون قوم سيكون في أمتي قوم في اختلاف وفرقة أمتي ما هذا جورتي اختلاف في فرقة يجل تبدون ساس درتية قوم كوين على رحاد الكنو وناجيايان فعل كنو همايان تاس تسالة جمع بواها أني يو شيئ دايان مجاهدين اين أني يو اين مارن اسلام اين ولا يو شيئ دايان هذا الكنو وناجيايان أكو مدت لكن ما همايان ويسيئون الفعل فعل شو ما يبواها أني مسلمين تو كرهي آيان أني إن شاء الله أبو إيلان مساكين تو ماني غرياشو كرهي آيان ودود كرهي آيان مساجد إلهي أني سلين دسي مساجد ما يلين دسي أني إلهي سبحانه وتعالى لك عابد مساجد إلهي أني لك عابد لين دسي أني لك عابد واي مساجد داتيو داتيك دلان ويسيئون الفعل واي فعلك يهم آيان واي مرك مرك ساس درتية ما يبواها رسولك عليه الصلاة والسلام من شيء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم قرآن كآخر آيان لكن أنت من دافع قرآن هل كم من دافع هل كم من دافع ما يلين لبده مفهم ما يان قرآن قرآن كأب مفهم زين بنمك ساس درتية رسولك عليه الصلاة والسلام ما يبهري لئن أدركتهم لئن أدركتهم هدي أن الدير واجس مديو حبها يان لأقتلنهم قتل عادين خير عاتل لين تمايان تماي الله يا رسولك عليه الصلاة والسلام خير عاتل لين تماي قرآن كما يلقي شيء فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذ تسيحة ومنهم من خسفنا به الأرض وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون خير عاتل لين تماي والهلاقي رسولك عليه الصلاة والسلام ما يتمني أني أسي هلاقي وقلن تسكي هلاقي وتمني لأقتلنهم قتل عادين ما يبوا سدير وفي رواية قتل ثمودين سدير ثمودين تما يان تما إلى عليه الصلاة والسلام
رسول عليه الصلاة والسلام ميليا هم شر الخلق والخليقة بشر كنول مخلوق هان شر بدون مخلوق هان شر بدون مركز ساز درتي هي ساز درتي ما هو ما رسول صلى الله عليه وسلم بري طوبى لمن قتلهم وقتلوه خير ما يبان سوغنا ذي لانك يو تمايا ديار من يذن اني سنت ما يتن من كيه وخير من قتلوه لانك يو ديلان اتن خير ان سوغنا ذي اتن هذا لما ميلو دمي لا كخسار اسم لا احد الحسنيين هديل كديل ادي هذا ما يتن اجر تفلك الاجر اجر لت هدي هذا ديلون اجر لت ادوني مركور وروغ لاي مركه مكو خير بغنا اني اذا ما ارن هوب لك ديلون اجر هل هوب ادول ديلون اجر هل مكو خير بغنا الله اكبر باي كلاسين شيغاي جهاد ك يو شيغا دايان بنتي هو جهاد ك دبت كان وي اونيك جرنان بيان شيغا يان ماي حقيقه اه دينتي الهي دليل اه يو دينت ويك امباري مسلمين تن دينت ولك امان جهاد يو دولة دينا دفاع أسن دين دينا دفاع أسن دل كينا دفاع أسن أكبر ولا يسن دفاع أسن تنكوين كساسنا معتقدات ما هو دين دينا دفاع أسن حماة الدين ما يبقتين دات دين دفاع الله دين تنا لها كدولي وإن ساسا فهم نمان كن ما هي كدولي دين تنا هي كدولي أكيد دينا هي كدولي ما يبى بابي أنا ما يبوا ولي أمتن مارن اللي بتجلي ده كجر تيا بابي جي كي هذا كيلة دالدي هو بنامن كاس لجرة مس آمين أصلا ما ساس درتي أما يبوا معتقد كيف كفس هاتيني أكيد ده كفس هاتيني ساس درتي أما يبوا نامن كلا أكتران نهم كتلا عادين أني ما يبوا هاي ما نلت أما هاي رسول كني يانك دي دانا أنت يانك دي دانا أني نامن كلا أما هاي رسول عليه الصلاة والسلام يانك دي دانا يوان انت انك دي دايان ابليس انك دي دايان يوان ساس نيل نفهم وي ورتك سد تعلي لو غات ساس درتي ماي بو امي نين كوبا هانيا اني نمانك اديل بدن ماي اك اورورتي اني نمانك لا دبر غويو اني نمانك ايربتيو ديمبل غويو اديل بدن هاك اورورت ساس درتي ماي بو واه الله سبحانه وتعالى ماي لي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا فينا تسليس كهيز فينا من هو فينا فينا إلي اللي جاهد فينا إلهي درتيس لنك انت قال لمي وي يو إلهي درتيس معها أني أذا مساكن تتمايت بلا أنت مسا دمايت مساجد دت كدل مسافر كدل جديد دت كدل فينا حق لاسة ما حق لاسة وي فينا ما حق لاسة لكن ما فينا حق لاسة أني أذن ديار سناتك وقعد سنات دل كيدت كيد دين تاني دفاعس دل ميلة رسيدس بدل ميلة وفانس نظام كشك يسن دل ولي لرا ولا سنبري أنا تدي من كنا جداو دل فانس دين أمني ولي لك جيد إن فانس دين ما كنا جداو لكن ما يكون هذا لانه جهاد كون كجرنع أني جهاد حق ياسين شيخ جهاد حق واي واي نفسه فانس أوكو ما إنك ما هذا يعني رب سبحانه وتعالى on waafaji hogankan waafaji madaxa danka sareet ila maarna anka dambeed kan koose oo waafaji inena mankan le dagaalamaano oo maarna ummato islaamka muslimiinta soomaaliyeed oo dhabaateysan mankan dhabaateen in dagaalka lagu kor qaado adoo kan lagu kor qaado diyaar magiidina allahu akbar saas dartiya may buu ah al wazir ibn hubayra imam ko era wazir ibn hubayra hadalku ha ku orori لأنك تلانهم قتل عادن قابك وسن فسر ياسين شيئا يسفي لدكتين سيمر ما يبهل ليا أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين أني قال هذا للدقاء لما أني خوارج للدقاء لما ما يمناسب إيه أني ما أني خوارج للدقاء لما الوزير ابن هبير أساسا لي سببت ما يبوها بسببه حكمتك جرت ما يبوها أن قتالهم حفظ رأس المال مال الإسلامي أنا اللي دجا لهم من خوارج اللي دجا لهم ما يلي إلى عليه رأس الإسلام رأس الإسلام كي رأس جي إلى عليه هاينا أنا خوارج اللي دجا لهم ما يلي إلى عليه حفظ رأس المال وعي
اسلامك يعني ميلك دمبيك الى الياس خوارج مشركين اللي دغالمونا فايده ويدس لي واي هذا مركي هذا غناسك جرت ودان نوغاين مله خولغا راس مالك الى الياس مثلا عين فايده ويدس ميل هذا انك خساره سدوك راس مالك ميل على اساسه خول ما انا هان اصلك جليد ميل على اساسه اسلامك انين منك اللي دغالمين اتا خولغا يكر راس مالك الى اساسه ما يبو ساس درتي ما يبوها نمنك اني لا دغا على ما حقو هل شيء لكن كوباني فينا الهي ما يكين بلن غادي لنهدينهم سبلنا لنهدينهم سبلنا وددين وانا كانك هنون يعني الهي سبحانه وتعالى جيت يعني كانون يعني وان الله لمع المحسنين لا الهي ما عشي اني هذا انجيل هي جره ونضن ما جيلن الهي ما عشي انا ما ساس درتي ما يبوا الهي اني بلن غادي وان الله لمع المحسنين اني ان كدير ديال تاويه ساس درتي ما يبوا حكو كوبان ما يبل امام النووي رحمه الله تعالى ما يبل يا ما كاس ما دليل نتا اني خوارج تي بوغات كل اللي دغالم اجماع العلماء واي علماء الاسلام كمدايسنت اني خوارج تي اللي دغالم علماء الاسلام كمدايسنت اسلف عنينا مربع حديث رسولك عليه الصلاه والسلام ني اوغاني اجماع الصحابه صحابه رسولك عليه الصلاه والسلام ان يكملايسين ان يمكن لا دغالم ان اوغاني علماء الاسلام كان ان لا دغالم كمدايسين والكلين ان ما جرانا